ناتي الآن يا صاحبي لتحدي ختلة. النجوم اللي في الشمال محور دورانها على نجم الشمال بولارس، النجوم اللي في الجنوب محور دورانها قريب من تشكيلة الكركس، تشكيلة الصليب. وطبعا انت بتقول لي طبعا كيف اعرف الشمال والجنوب؟ الشمال يا صاحبي حتى لو انت في الجنوب تقدر تشوف نجوم الشمال، نجوم القطب، نجوم الدب الاكبر تبان من استراليا عادي.